فاضي فني حساب. شكرا. ده الحساب كله فن؟ هي حساب النهارده كله فن. ده شامل اجر الطبيب؟ هي فن. طب معلش، في حاجة مش فاهمها في الفاتورة، يعني ايه مستلزمات؟ يعني حضرتك داخل غرفة العمليات يا فندم. أدوية، أشعة. ايه ده؟ ايه يا عم في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايه؟ انت في ايه؟ انا هدفع الحساب. حساب ايه؟ جرالك ايه يا عمر؟ دي بنتي يا حبيبي. ومراتي يا عم. ايوه يا حبيب قلبي على عيني وراسي، بس محدش هيدفع الحساب غيري انا. ده أول حفيد يا عمر. عارف يعني ايه أول حفيد؟ ما تحرمنيش من الفرحة دي يا عمر. أنا كده هبقى مبسوط. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أخويا؟ ازيك يا أستاذ؟ ازيك يا أستاذ؟ طمني، شاهدة عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ألف مبروك. يلا دكتور أفندم. اتفضلوا. اتفضل. يلا يا أصحاب. اتفضل. عايزه اشوفه يا ماما حتى ولو من بعيد. طب يا حبيبتي لما تقدري تقفي على رجليكي. انا هقدر، بس انتوا بس تساعدوني. يلا انا هساعدك لحد هناك. سلمى انا معاك يا حبيبتي. على مالك بالراحة. حاضر. هو هنا في اخر الدور. بجد؟ ايه جو الحنية ده؟ انا مش قادرة على كده. هبدأ اغني واحكي دون حرية بقى. حتى ميز هتشوفيه من على الازاز. هنا؟ فين؟ هو ده اللي هناك. يا روح قلبي يا روحي. ماما هما حاطينه كده ليه؟ حاطينه في الاكسجين. مش ممكن ده يكون ابن شاهد وعمر. اكيد مش ده السرير او غيار البيبي يا جماعه. ميت يا جلسه بقى. ده معقول؟ ده كله شاهد. ايه ده يا ماما؟ ازغرط؟ ايه ده؟ روح قلبي. يلا يا حبيبتي يلا. خلاص شفتيه؟ يلا بكره هيبقى في حضني. لا خليني شويه. والنبي يا ماما. لا والنبي، يلا عشان رجليها وجعتني. يلا يا حبيبتي. يلا باي باي. حلوة قوي مش كده؟ عمر الله 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 الله. في ايه؟ ايه اللي قومنا من السرير؟ ابدا يا صحابي، ست شاهد مصممة ان هي تشوف البيبي. امال هتسموه ايه بقى؟ ابوه هو اللي هيسميه. وليه مامته هي اللي ما تسموهوش؟ خلاص ما تزقيش قوي كده. ايه يا جماعه انتوا واقفين تتسامروا وسايبين البنت مش قادره تقف؟ ماما تعالي. تعالي. ايه ده؟ انتوا مقفلين عليها الاوضه كده ليه؟ البنت لسه نفسها محتاجه تشم هوا وتشوف شمس. قلت اختك. على مالك يا حبيبتي؟ انا كويسه. واحده. الحمد لله على السلامة يا ام العيال. ام العيال؟ اوام خلفهم عيال؟ ده هو عيل واحد وناقص حبة يعني. يا حبيبتي بكرة ربنا يديها الصحة وتملى البيت بدست عيال، بس تبعد عن كل حاجة وحشة ومتطلعش زي ناس. تقصد ايه؟ حد كلمك؟ حد داسلك على طرف يا مرات اخويا؟ يعني انت ما انتش عارفة سوسن، هي دايما تحب تهزر كده. انتوا ايه هتسموا المولود ايه بقى؟ اللي تقول عليه شهد. لا يا حبيبي انت اللي هتسميه. ايه جو الابيض والاسود اللي احنا عايشينه ده؟ اللي تقول عليه شهد، اللي يقول عليه حبيبي. ما تختاروا اسمه وريحونا بقى. طب ما تختار انت وتريحيه. خالد. لا خالد ده ايه؟ حاسه يوسف. وش معنى خالد يعني؟ الاسم اللي جه على بالي. خلاص نسميه يوسف. معلش يا جماعه اذنكم. ما تختار انت يا فريدي. انا هخرج اشم شويه هوا. بحسب على كلامك شوية. مش ملاحظة ان مامتك متغيرة شوية. بقول لك اختي بتولد في المستشفى. انا في المستشفى فعلا. يوبا يا خالد ما تبقاش تافه. بقول لك غصب عني. خالد اقفل هكلمك بعدين. باي باي.
يا ماما رايحة فين؟ رايحة أشم شوية هوا. عاجبك كده؟ أهي ماما سمعتني. يا سلام يا عصام، الهوا دي شيء جميل أوي. إيه؟ سرحان في إيه يا ابني؟ ها؟ لا مفيش، لا مؤاخذة يا عمر. فاكرة إن سوسن تقصدي؟ حاجات عمالة أسمعها طول الوقت ومش فاهماها. مش فاهمة إيه يا فريدة؟ مش عارفة، أنا متلخبطة، أنا بشوف أحلام، كوابيس، أنا مش مظبوطة، صداع بيجيلي وبيروح، مش عارفة، مش عارفة. حبيبتي إحنا في مستشفى وسهل قوي قوي نعرف ده كله من إيه، رغم إن أنا عارف ده من إيه. من إيه؟ وانتي اكيد عارفه. ارجوك قول وريحني. السهر يا فريده شلت النادي، صحتك في النازل وانتي ولا على بالك. انا بعمل كده وتصحي في الاخر مصدعه وتعبانه. انا عماله اسمع حاجات عمري ما عملتها. طب اخر مره عملت كده امتى؟ انسي يا حبيبتي وهدي اعصابك. اخر مره عملت كده امتى؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انت بتعملي كده كل يوم. اسمعي، خدي سيجارة عشان اعصابك تهدى. ما بحبش السجاير. طيب 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 اهدي اهدي وتعالي نخش جوه، انت بتخافي من الادوار العاليه. ارجوك سيبني لوحدي. يا حبيبتي انا جاي وراك جري عشان اعرف انك بتخافي من العالي. سيبني لوحدي. على راحتك. حاضر. يا عم يا حبيبتي ما جاتش مع حضرتك ليه؟ يعني عايزه تشم شويه هوا. دخل؟ لا انا هقعد في الهوا شويه. باي باي يا خالد. باي باي بقى دلوقتي. اسمه خالد ابو الوفا مش كده برضه؟ مش فاهمه قصدك. ابن ابو الوفا بتاع القماش، زميلك في المعهد قسم تصوير. انت بتتجسس عليا يا عصام؟ أنا بحميك يا بنت خالي، الواد ده صايع، بيستغل وقوفك وقعدك معاه في كل حتة وبيلسن عليك في كل مكان. بقول لك إيه يا عصام؟ شويتين الضباط دولت عندك في القسم، مش معايا أنا، أنا ما أسمحلكش إن أنت تتدخل في خصوصياتي. ولا أنا أسمح لنفسي بكده، إنما لما حد يجيب سيرتك بكلمة أكيد مش هسكت له، أنت حرة. حبي وأعرفي اللي أنت عايزاه، وأنا كمان حر أحميكي زي ما أنا عايز، ولو ما خليتيهوش يسكت أنا هقطع له لسانه اللي بيجيب سيرتك بيه في كل مكان. مالك يا بابي؟ لا مفيش حاجة. ما منوش فايدة اللي بتعمله ده، الطبع زي الوشم ما يطلعش ولا بالطبل البلدي. خالي حضرتك عايزني في حاجة دلوقتي؟ طيب مش قلت إن أنت هتتغدى معانا؟ معلش يا عمر، اصل في ماموريه كنت ناسيها. ماموريه ايه تاني بس؟ ماموريه يا ماما، في ايه؟ خلاص روح انت يا عصام، ما تعطلش نفسك. الحمد لله على سلامتك يا شاهد. الله يسلمك يا عصام. بعد اذنكم. يعني هو قال كده؟ يعني الكلام ده حصل؟ وبعدين؟ اه وقال ايه كمان؟ انت
مالك يا سالي؟ مالك يا حبيبي؟ ما فيش حاجة. ازاي؟ حسبي يا بابا فريد. يا حبيبتي الحركه مش كويسه على الجرح، اهدي كده وهم زمانهم جايين يطمنونا. ساعديني يا عم. اسمعي كلامي. ايه بس يا شهد راحه فين يا حبيبتي؟ ماما مالها يا عمر؟ ماما بخير الحمد لله وطمني خالص. لا لازم اشوفها. اطمني يا شهد، هي هتجيلك دلوقتي. كل ده من سهرها كل يوم للصبح. من فضلك يا عمته ما تكلميش عن ماما بالشكل ده. طيب ماما لو سمحتي اسكتي شويه، مفيش حد مستحمل. اديني سكتت يا حبيبي. خلاص اسكت اكتر من كده ايه؟ ما هي صراحه كده تزعل. خلاص سكت. ماما من فضلك تعالي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا ماما. اوعى سيب ايدي بتزقني ليه؟ طب اتفضلي. اه اوعى. تعالي استريحي. ماما مالها يا عمر؟ ماما بخير، زمانها جايه حالا دلوقتي علشان تشوفي انت. بس بيها بجد؟ اتفضلي طمني يا حبيبي. انت ازاي تشد ايدي قدام الناس وتخرجني زي العيانه الصغيره؟ انا حتى ما سلمتش على اخويا السفير. مالك فيك ايه؟ متعصب ومتعفرت ليه؟ تقدر تقولي عملت ايه؟ انا عملت ايه يا امي؟ ارجوكي ارحميني وكفايه بقى. انا تعبت من كتر المناهده معاكي ومفيش فايده، عماله ترمي في كلام زي الطوب في وش كل الناس ومخليه منظرنا وحش. عملوا لك ايه؟ عملوا ايه لكل ده؟ مش طريقه دي، مش طريقه. وكمان سيبني وماشي. طيب يا عصام، طيب انا كنت عملت ايه لده كله؟ ها اقف هنا انا بكلمك. تشدني من ايدي ليه قدام الناس؟ تصغرني ليه بالشكل ده قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وخصوصا قدام مرات خالك بقى بعد ما كبرك وربيك تعمل فيا كده؟ ده جزائي يا ماما؟ حرام عليكي، هو انت كل ما تشوفيها تفضلي تبهدليها وتعملي فيها كده؟ هي كانت عملت لك ايه بس؟ وبعدين يا ستي حتى لو عملت او مهما تعمل، في الاخر دي مرات خالي، مرات الراجل اللي رباني وخيره مغرقني من فوق لتحتي، يعني ما يستاهلش ان احنا نعمل فيه كده وننكد عليه كل يوم والتاني. هو انا جيت جنبها؟ هو انا كلمتها كلمه؟ ده هي اول ما تشوفني كانها شافت بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش طايقه لي كلمه يا ام عصام. تعالى هنا، انت دايما كده تيجي عليا، ما تجيش بصفي ابدا. انا اللي ضيعت شبابي عليك تعمل فيا كده؟ انا الحق عليا، الحق عليا. ده انا بتمنى لك الرضا ترضى. كان لازم اتجوز واجيب لك جوز امي يمرمر فيه كده، بس انا قلت لا، ابني اولى بيا. انا الارسان يا اخويا كانوا قدام الباب واقفين طوابير طوابير طوابير. خلاص يا ام عصام، اعتبريني ما قلتش اي حاجه، بس ليا طلب عندك. كل اللي طالبه منك انك تراعي خالي شويه. هو انا تعبني غير ان انا مراعيه خالك؟ دي معيشه في نار، دي مخليه عينيه في وسط راسه. يلا الله يسامحها ولا ما يسامحهاش بقى. اوعى من وشي. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. ارفع الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. خد الشنطه يا محمود. تعالى يا دهنيه خد يوسف. حاضر. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة. هات يا حبيبتي. شوف البيت كان وحش ازاي من غيرك. انا تعبانة شوية، عايزة ارتاح. طيب 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 طيب. انا بقى مش قادرة اقف على رجلي. لا انت اطلعي الاول تأكلي يوسف، بعد كده تسيبولي وعيشي حياتك زي ما انت عايزة. ادي شغل الخالات ولا بلاش؟ ولسه انت شفت حاجة؟ ريا شاهد، ما وحشتيش اوضتك ولا ايه؟
الحقيقه بقى انا بيتنا اللي وحشنا قوي. ما ايه رايك؟ لا هي مش هتمشي الا بعد الحفله بشويه. حفله ايه يا عم؟ احلى حفله ليوسف طبعا. وفريده هي اللي هتختار وقتها. اي وقت اختاروا اللي يعجبكم. ايه انا قلت حاجه غلط؟ بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي يوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا بيبي هنية. نعم. من فضلك حضري حمام سخن لماما عشان اكيد جسمها مفشوش بعد الوقع. حاضر من عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا بيبي. شاهد تقصدوا ايه بنظراتكوا ليا؟ انا في حاجه مش فاهمه. لا ابدا يا ماما ما نقصدش حاجه. احنا بس مستغربين حضرتك شويه. ايه مستغربين دي؟ مستغربين دي كلمه بتضايقني. انا كنت ايه وبقيت ايه؟ لا كنتي ولا بقيتي، انتي دايما اجمل واحن واعظم ام في الدنيا دي كلها، وانتي بقى اللي بيتقال ده. دماغي. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح يا ماما. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله يا جميله. الحمام جاهز يا هاني. طيب تعالي تعالي وديني وديني الاوضه. اصل انا حاسه ان انا دايخه شويه. سلامتك يا ماما. الف سلامه. اتفضل. هجيب لحضرتك حباية من المهدئ بتاعك. ثانية واحدة. اتفضلي. بالشفا ان شاء الله. على فكرة الحمام جاهز. سيبيني لوحدي. حاضر. باكل شوكولاته. ادمان ادمان. انا حر. بكلمك وحش ازاي يعني؟ مش فاهم. خالد بقول لك ايه، انا مش ناقصاك. كفايه الوش اللي عندي في البيت من الصبح. اعمل لك ايه يعني؟ ارقص لك ولا اغني لك عشان ابقى لطيفه معاك؟ خالد والنبي ما تعصبنيش. ما انت اللي بتعصبني. وبعدين بقى ايه الميل اللي انت بعتهولي ده يا ابني؟ انت كلها كام سنه وهتتخرج وهتبقى مدير تصوير قد الدنيا؟ مش تكبر بقى وعيب اللي انت بتعمله ده؟
انت مجنون ولا عايز تجنني معاك؟ مش فاهمك انت، شويه تعمل فيها السيد وتشخط وتزعق، وشويه تحب فيا وتنحنح، ما ترسلك على بري بقى. طب خلاص 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 بقى، اشوفك في المعهد. ايه ده يا ساعه 7؟ طب اقفل، هكلمك بعدين. اقفل بقى ما تغلس. باي باي. ميت مرة بلاش الصوت العالي ده. معلش بس تعالى بس. يوه في ايه؟ الله. أعزائي المشاهدين، انتظرونا مع منير عدلي في حلقة جديدة من بالحقائق نتحدث. ايه اللي بيضايقني يا عمر؟ بطل الحساسيه اللي انت فيها دي، هو فرحان وعايز يفرح بينا. وانا عايز اعمل اسبوع ابني بفلوسي. شيخ وانت حالتك حاجه. انا اقصد ان انت صرفت كل فلوسك على المستشفى والولاده. خلاص يا شيخ خلاص، اللي ما تعرفهوش ان ابوكي دفع المستشفى كمان. خلاص يا سيدي، سيبه يفرح باول حفيد ليه، وانا عايز افرح باول طفل ليا. عايزني اعمل ايه يا عمر؟ تروحي معايا. والحفله اللي بابا عاملها لنا والحاجات اللي جايبها ليوسف، عايزني اضيع فرحه بابا؟ انت ترضاها؟ لا لا ما ارضهاش، بس انت طبعا ترضي تضيعي فرحتي انا، عشان انا اخر حد بتفكري فيه. كل اللي همك الحفله اللي باباكي عاملها والحاجات اللي جابها. انت ليه مش قادر تفهمني؟ انت ليه مش حاسه بيا عمر؟ بجد انا مش عايزه اضايقك. امال بتتصرفي كده ليه؟ عشان بابا فرحان وعمري ما شفته فرحان كده. انا حاسه انه كانه طاير وعايز يجيب لنا حته من السما. عارف يا عمر، عارف اول مره حضن فيها يوسف عيط؟ بابا بكل جبروته وهيبته وشخصيته ما قدرش يداري فرحته، عايزني انا اضيعها له. خلاص يبقى تروحي معايا وبنيجي على الاسبوع. يا حبيبي، كل البنات لما بتخلف بتقعد عند أمهاتها على الأقل أسبوع، ده الأصول. أمهاتها؟ تفتكري يعني مامتك هتسيب النادي وتسيب الشلة وتيجي تقعد جنبك؟ من فضلك ما تتكلمش عن ماما بالشكل ده، أنت عارف إن ماما اتغيرت قوي. أنا شخصياً ما كنتش متخيلة إنها ممكن تتغير بمجرد إنها تشوف حفيدها. سبحان الله، دي كأنها بقت بني آدمة تانية. يموت الزمار يا حبيبتي. بقولك ما تتكلمش عن ماما بالشكل ده. بصراحة بقى يا شهد، أنا مش عايزك تقعدي هنا. أنا ما صدقت إنك بعدتي عن بيتكم واللي بيحصل فيه. كلمة زيادة ومش هتشوف وش يا عمر. بص يا شهد، صحيح مامتك متغيرة دلوقتي، بس ده بسبب الخطة. كلها يوم ولا التاني وهترجع ريمة لعادتها القديمة، وده بقى اللي مخوفني. هاني ده آخر مجاملة تضايقك، وده آخرك واسع. هاني ركز معايا، انا عايزه استاذ منير، مش عايزه البسارلي والحاجات دي. رايت اصحى ما تنوتناش ارجوك. ابو حميد ايه القعده الجميله دي؟ صباح الفل، اقعد براحتك، بس انا اقعد عليك في اي لحظه. اوكي ركز في الحقايق. ادم والنبي ادم، الضيف لما يقعد ما تقولوش يرجع لورا عشان شاد استاذ منير. اوكي ماشي. احمد فين الضيف؟ في المكياج بيجهز نفسه بيه حالا. مكياج الضيف في المكياج؟ ما شاء الله، مكياج وحاجات، انا مش عارفه والله اعمل ايه. ابو حميد صباح الفل يا استاذ. صباح الفل يا استاذ، ايه الاخبار؟ جاهزين؟ جاهزين المايك مفروض زي كل مره طبعا. ليه كده يا استاذ؟ بقول لحضرتك على حاجه، احنا هنجيبه نضيف من المكياج وبعدين نبقى نشتغل. طلع ليه ساندي باي، ركز في الحقايق. انا مش عارفه احمد، استاذ منير متاخر قوي، عمره ما عملها. ده فاضل 5 دقايق على الهوا يا استاذ احمد. من فضلك ما توترنيش، انا مش ناقصه. فاضل 5 دقايق.
خيرات عليكم جميعا. استاذ منير قلبي كان هيقف يا استاذ. سلامة قلبي. قلبك ايه وبتاع ايه؟ انت معايا على كاميرا واحد. يلا اتفضل حضرتك. سيدنا معاك على ايه؟ انا كمان اتفضل يا استاذ. اتفضل. صباح الفل عليكم. صباح الفل يا ريس. مساء الخير. صباح الفل يا استاذ. اهلا. مساء حضرتك. انا جاهز. احنا كده خلاص على الهوا يا استاذ. اوكي احنا جاهزين يا سادة. يلا استند باي احنا على الهوا. 5 4 3 2 على الهوا يا سادة. 1. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مره اخرى نعود اليكم في احداث جديده وحلقة جديدة من برنامجكم. بليز يا مامي ما تقوليش ان انا حاول المحطة. انا مستنية الحلقة دي موت. وبرنامج ايه ده؟ الاوبئة مش هي بس الامراض، لكن الاوبئة ممكن برضو تبقى سلوك. في حلقة النهاردة يسعدنا ان احنا نلتقي بضيفنا الدكتور اسامة عشان نتكلم على وباء جديد يمثل خطر شديد على هذا المجتمع، اسمه الإهمال الصحي. مش هيجيبها البر أبدا منير ده. أنت مش متخيل حالتي كانت عاملة إزاي لما تأخرت شوية. قولي بقى تأخرت ليه؟ مفيش، كان لازم أجيب شوية مستندات وبيانات ومعلومات عشان خاطر مصداقيتنا عند الناس، عشان ما يقولوش إن إحنا بنفبرك أو بنتبلى على حد. المهم معاك عربية ولا وصلك؟ يا ريتها ما كانتش معايا، ما كنتش سبتك، كنت لزقت لك عشان أعرف بقية الأسرار. أما أنت نافعية صحيح بتاعت مصلحتك. يعني هتلزقي لي عشان تعرفي الأسرار؟ فكرتك هتقولي عشان مفتقداك وعايزني عايز أتكلم معاك كده. ماشي يلا اتكل على الله. إيه ده؟ اتكل على الله والحاجات دي؟ أنت ما بتكملش جملة حلوة الواحد يفرح بيها. معلش يلا تصبح على خير. أنت من أهل. سلام. خلي بالك من نفسك. ايوه ازيك يا عزيز. انت يا ابني مش هتبطل تروح للمشاكل برجليك؟ لا والله يا منير، لا حلقه هايله فعلا يا سيدي. سلمى وسنة بحضرتك. هات وانا بكلمك عشان هي عايزه اكلمك. ايه اتفضل يا سيدي. الو. ايوه يا عم منير، ايه الجمال ده؟ ايوه انا احبك كده وانت قلبك جامد وفات في الحديد. طب هاتي بقى اوكي. يلا بقولك يا منير، ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي عازمينك، يعني عاملين حفل على الضيق كده بمناسبه استقبال الضيف الجديد يا سيدي. هستناك يا عم منير. هتقول لنا مني بقول الو. ايوه الو الو عم منير. ايه ده في ايه؟ الو الو وريني يا حبيبتي. الو منير. الو We'll be right back.
في ايه يا ماما؟ مفيش حبيبتي، كملي نومك انتي. ايه اللي مصحي حضرتك لحد دلوقتي؟ يوسف كان بيعيط، خفت يصحيكي. يا حبيبي قلق حضرتك. ما قلقنيش ولا حاجه، ده انا مبسوطه قوي ان انا جنبه. ماما حضرتك مش عايزه تقولي لي حاجه؟ بعدين بعدين نبقى نتكلم. ايه يا حبيبي؟ ايه اللي مصحيك؟ ها؟ ايه اللي قلقك كده؟ يا حبيبي ايه اللي يا حبيبي؟ كملي نوم. اطفي النور، اطفي النور. صباح الخير يا هاني. الشاي بتاع حضرتك. صباح الخير. أول مرة حضرتك تصحي بدري كده. عشان كده قايمة مش مصدقة. بس ليه وشك مخطوف كده؟ قولي لي يا هانية، أنت بقالك قد إيه عندنا؟ يجي كده من 6 سنين، أول ما رجعته من بلد بره. إيه ده؟ الشاي من غير سكر؟ حضرتك بتحبيه كده؟ تحب اجيب لك سكر؟ يا ريت، وحطي لي عليه شويه لبن. سكر ولبن؟ حاضر. صباح النور يا استاذ. كمل، وقفت ليه؟ حاضر يا فندم. الزرع شكله حلو قوي وهو بيتسقي. اديني ارش شويه. اتفضلي يا فندم. حضرتك بترش الجنينه بنفسك؟ تعالي انا عايزاك يا هنيه. ايه تعالي. نعم. خشي اقعدي. اقعدي انا عايزاك. امرك يا هنيه. قولي لي، انا ممكن اطلب منك طلب بس ما حدش يعرفه. اؤمري يا هنيه، انا تحت امرك. كلميني عني. نعم. اصل انا اليومين دول دماغي مش مظبوطه، في حاجات كتير قوي مش قادره افتكرها. عايزاك تساعديني عشان مش عايزه حد يزعل مني. فهمتي؟ ها فريدة، انت جوه؟ ده ايه القلق ده؟
تكون راحت فين يعني؟ سلمى سلمى ايه بابا ما شفتش بومي؟ لا ما شفتهاش. ليه في حاجه؟ في ايه بومي؟ مالك شكلك مخدود كده ليه؟ لا اصل قمت من النوم ما لقيتهاش في السنه. ايه المشكله؟ ممكن تكون قاعده على البسين او في الفراندا. يا بابي بقول لك تحتي مش في الاوضه. كملي ما تخافيش. ما بلاش الطيب احسن. قولي ما تخافيش. يعني عصبيه وخلقك ضيق وصوتك على طول عالي ولا مؤاخذه بتشوتي اي حد في وشك الا انا طبعا. لا انا بكتب مش اللي انا قوي يعني. اصل انا كمان كنت باخد لي من الحب جانب. بس والله 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 انا دايما بقول عليكي بنت حلال. صباح الخير. معقول معقول فريده في الجنينه بدري هاتي لي قهوتي هنيه وحياتك لو سمحت. حاضر. صحيتي انا من شويه. واخبار الصباع ايه؟ احسن. انتي ما نمتيش في سريرك؟ نمت جنب شهد. ليه؟ انا مزعلت في حاجه؟ هو لازم تبقى مزعلني عشان انام جنب شهد. صح عندك حق. بس بصراحه اتخضيت عليك لما قمت ما لقيتكيش في سريرك. يعني انت متعوده دايما تصحي متاخر. سلمى ايه يا بنت في ايه؟ واخده في وشك وماشيه وعمالك الكسلك من شارع الهرم. كنت مركزه في الاغنيه. هي في محاضرات مهمه النهارده؟ في فيلم مهم لازم اتفرج عليه عن اذنك. سلمى 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 انت في ايه؟ انت اللي في ايه؟ مالك؟ اتغيرتي فجأة كده من ناحيتي. والله انت مش عارف انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ الشله الصايعه اللي انت ملموم عليها دي لما تيجي تقعد معاها بعد كده ما تجيبش سيرتي. انت فاهم؟ انا مستحيل ولا بقول لك ايه. ما تتكلمش كتير. انا فاهمك كويس. كل طلبه منك ان انت ما تعملش كده تاني يا خالد. سلمى احجز لك معايا في الفيلم ولا مش هتتفرج؟ ايه ده عمري قطر من عمري. لسه كنت هقول لك كده. طب يلا. تعالي يا حمدي عايزك. في عندك عايزك؟ في مؤتمر يوم 7 و8 الشهر الجاي في جنيف. وادي على سعادتك الملف بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا عزيز بيه. صباح النور يا حمدي. يعني في كلام. كلام ايه؟ واحد فوق بلغني ان الكلام كتر حوالين السفير بتاعك يقصد سعادتك وفعلا في ترشيح لمنصب وزاري. يعني انت سمعته بودنك بيقول كده؟ وقريب قوي هتجيني الكشوف اللي فيها اسماء المرشحين وهنشوف اسم سعادتك فيها. عارف لو كلامك ده طلع صحيح انا هقعدك مكاني هنا. ما هو بالعقل كده. مين اولى بالوزاره؟ خصوصا لو غيروا زي ما بيقولوا وطلعت الوزارات الجديده. ده كفايه ملف الشراكه المصريه الاوروبيه، ده لوحده يطلع سعادتك لفوق. نوميها وانا مستنيها يا حمدي. بس بينا قربت قربت قوي.